اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل لو عايز تاكل من صبوي. ايوه المكان اللي لا مش دي المكان اللي بيخليك تعمل السندوتش بنفسك. ومعانا حسين عبد العزيز وانا اسمي يلا بينا نشوف الحوار ده. احلى حاجه في صبوي هنا ان انت بيخليك تاخد التجربه وتعمل السندوتش بنفسك من الاول للاخر. فيلا بينا نشوف الحوار ده. دلوقتي حسين اول مره يدخل صبوي، هنخليه يطلب عشان نشوف الاخطاء اللي هيقع فيها. السلام عليكم. عايز واحد بي ام تي. وانا مفهمه انه يدخل يطلب سندوتش الفطار المشهور هناك بي ام تي اللي سعره 50 جنيه. اول حاجه انت مش بتطلب من كاشير، انت بتدخل على الثلاجه على طول. العيش في عيش. بتختار كل حاجه في السندوتش من اول العيش. عندي 5 اواعي في ايطالي سمسم في بارميزان. عندي 5 اواعي في براون وفي براون شوكولاته. طبعا تمام. هات ايطالي. كام انش؟ البوز انش. اي سندوتش عباره عن حجمين، ال6 انش العادي والفول انش اللي هو ال12 انش. هو ال6 انش عادي بس بيبقى نصين، والبي ام تي بيبقى عباره عن بيبروني وصدور الديك الرومي وسلامي وجبنه. بس زود الجبنه شويه. بعد كده بيخش الميكرويف لمده 30 ثانيه. مومنتس ليتر. وبعد ما يخرج بتختار انت الاضافات. ممكن سبونز مش بس ما كترش. حط لسه شريحتين طماطم، هي خيار مخلل. والصوص. اسمه ايه؟ وحسين طلب مع الساندوتش كومبو، بيكون معاه بطاطس ويدجز ودرينك. وعلى ما بيسخن لك البطاطس بتروح تختار المشروب اللي انت عايزه من التلاجة. وطبعا لازم دايت. لا فحسين خد الاوردر وقعد، والمفروض اول ما يستلمه يحاسب الاول. وعشان حسين طلب السندوتش الفوت لونج ب 80 جنيه وطلب كومبو ب 29 جنيه، فالحساب كان 108 و98 قرش. عبيط. ده العيش الايطالي وعليه يا ميمي. طيب المفروض لما ادخل اعمل ايه؟ تدخل على التلاجة على طول. عايز واحد ستيك اند تشيز. انا طلبت ستيك اند تشيز، اشهر حاجة تطلبها على الغداء. فبعد ما اخترت العيش قلت له عايزه 6 انش. 6 انش. وهنا بيسالني عايزه موتزاريلا ولا جبنه، قلت له الاثنين. وبتستنى اخرج من الميكروويف عشان تقول له على الاضافات بتاعتك. كل حاجه بس مش بحب الصوص، حط مايونيز. واول ما تستلم الاوردر روح حاسب. والحساب كان 60 جنيه بالظبط زي ما مكتوب في المنيو عشان السعر شامل الضريبه وكل حاجه. السمر محروق ليه كده؟ بص خليه فيها. انا بحبه محروق. او خليه 45 ثانية. فرق 30 ثانية هيستخدمه ولا 45 ثانية يتحرق. انا بحبه محروق. فمعا لمحاربة الأماكن ذات الثراء الفاحش، وعايز أعرف رأيكم، هل صوره حلو واستحقوا التجربة ولا لأ؟ وقولوا لي عايزين الفيديوهات الجاية فين؟ فأشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. بص لقينا جهاز في السوبر ماريو، لقينا جهاز بيه تعمل خدمة اللي أنت عايزها وتدفع من هنا والكارت تطلع لك. فمثلا إحنا عايزين كارت شحن. معايا 5 جنيه. ايه؟ من النعمة؟ الله يا عم.